فضيلة الشيخ عطية صقر، ما حكم صلاة الجنازة على رجال ونساء ماتوا معا؟ إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا أو إناثا يصفون واحدا بعد واحد بين الإمام والقبلة ليكونوا جميعا بين يدي الإمام، ووضع أفضل مما يلي الإمام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. وإذا كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم وعلى النساء وحدهن، وجاز أن يصلي على الجميع صلاة واحدة، يجعل الرجال أمام الإمام ويجعل النساء مما يلي القبلة. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على 9 جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة وصفهم صفا واحدا. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي زوجة عمر وابن لها يقال له زيد، والإمام يومئذ هو سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. رواه النسائي والبيهقي، وقال الحافظ: إسناده صحيح. وفي الحديث أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان تقدم الرجال ويليهم الصبيان ثم النساء، والله أعلم.